يعني طافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دامة مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دائما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا شباب البوم. وش ذا الزين يا نوف؟ تسلم يدينك حبيبتي. الله يسلمك يمه. شكله حلو لكن انا ابغى اكل وقيم، ولا تحكم على الكتاب من غلافه. استح على وجهك، اصبر لما يجون اخوك وابوك يتقهون معنا. تستاهل، انت تبغى تقيمه. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا يا ابو عامر، حياك حياك، اجلس معنا، مجهزين الحلا والقهوه، حياك. ما عندي وقت، الدوريه على اليوم الاستراحه، أروح للقصاب أخذ الحمى وأروح لهم هناك. تراك صرت تهتم بالاستراحة أكثر من بيتك. وش تبين مني يا بنت الحلال؟ الثلاجة مليانة والدراهم معكم، خليني أروح الربع يستانس معهم شوي. يلا بس بسم الله. ددير بد ددير بد دربد 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 دربد. هلا والله بالعائلة البطلة. اوف 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 اوف، انت مسوي الكيك؟ ايه ما شاء الله تبارك الله، اتحداس يا شيخة، اكيد خويات سبجون اليوم. مسوي دافط الجو، ترى انا كل يوم نتقهوى ونسوي حلا. اقول اسكت يا بزر. عمر عمر تعال بقى وعطنا تقييم. يجي احلى تقييم الحين. بسم الله. اتحداك يا شيخ، وش ذوق ما شاء الله عليك، اطعم بالمخ. طيب وراك واقف، اجلس تقهوى معنا. ما يمديها يمه، موعد العيال بالاستراحه. بس هذا الكيك بيدزها للاستراحه. شكرا نو. الله والله الله، ما نت عليك، طالع على ابوك. حبيبتي انا لا، الثلاجه فاضيه حبيبتي فاضيه، وبعدين يعني ما فيها شيء، ما فيها الا بيضه مكسوره. مكسوره مثلي حبيبتي، وشوفي شوفي يا طمان، جبن ملحوس وخبزه يابسه. وش تبين اسوي لك ها؟ وش تبين اسوي لك؟ راتبي وخلص، قم هز طولك ورح توظف مثل الرجاجيل، سمعت؟ ترى انا مليت طفشت، راحت سبدي وانا اصرف على البيت وعليك. افا يا عجيب، افا بس تذليني براتبك. ايه انا اذلك، انا اذلك زين، بس انت لا احساس ولا ضمير. ومن ناحيه احساس ما في احساس، بس يعني يقولون يعني ظل رجال ولا ظل جدار. والله ان الجدار ابرك منك واحسن منك، على الاقل علق عليه تحف، وانت ايش فايدتك عندي في هالبيت ها؟ اعتبريني تحفه ولا اقول لك تبريني لوح. شت المرزق اللي يطق الباب وتنحاش، ربو بوز عليكم يا اخي الا تعدد. طيب خير، هذا كوبري ما شفت لي الطلط اليمين ثم اليسار، على بالك مين يعني ها؟ اسمعني جيلة حكي قص لسانك قص، ستة اشهر
ستة أشهر ما دفعت حقها. تو يومين تفرغ الشقة وتلقيني ظهرك، وإلا توقيف خدمات. شوف شوف أنت أصبر علي. نادب صابر، يومين على ثالثة لهما. تسمع أنت ولا ما تسمع؟ أبشر. إلى هالحين سهرانة ما نمتي؟ أنا اللي سهرانة ولا أنت؟ الساعة 3 كان نمت في الاستراحة أحسن. يا بنت الحلال أزين، عشان صلاة الفجر ما تفوتني، أصلي وأنا. غريبة إلى الحين سهرانين ما نمتوا؟ حنا سهرانين ولا أنت؟ ما تشوفون الساعة 3؟ سننتوا بالصراحة أحسن لك يا الصايع. أزين علشان صلاة الفجر ما تفوتني يبا، أصلي وأنام. عجيب والله. الأول حكم يشق جبهتك يا ورع. حكيم يا خوي. أدري إني حكيم بس أبي خوي مصحصح، ها ترى لعبك الله بالخير. قام يا ولد. النشبة دايبيك. النشبة دايبيك. تركي. النشبة دايبيك. هلا تركي. من طول الغيبات جاب الغنايم. وش عندك؟ هلا 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 عامر. شلونك؟ والله بصراحة تزوجنا وابتلشنا. يعني انشغلنا. والله اشتقت لكم في الاستراحة، كيفكم وكيف العيال؟ طيب سير علينا. إن شاء الله إن شاء الله قريب بإذن الله، بس عامر بغيتك فزعة. عامرني. ما يمع لك عدو حبيبي. أنا بصراحة ببيع عفش الشقة وبوديه الحراج ومحتاج الونيت حقك تكفى. أبشر بعزك ما طلبت شيء، خلاص أنا مرك. كفو كفو عامر حبيب قلبي، خلاص أبى أسلك اللوكيشن حق شقتي ومنتظرك. يرحم والديك لا تتأخر. حبيبي مع السلامة، باي باي. يا عجوبتي يا قلبي، ترى ما لنا الا هالحل، ما في غيره. احنا نبيع اثاث الشقه ونستاجر شقه مفروشه، وبعد ما تجي الجمعيه حقتك نستاجر شقه جديده. يا سلام، ما اقول الا مالت علي وعلى حظي. انا لو ما احبك ورحمتك ولا كان ضسيت بيت اهلي وسحبت عليك. يعني 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 تحبيني يا عجوبة؟ ايوه موت عليك. ها يا الاسمر يا زين، يا الاسمر يا زين، حبك اسرني خلاني انسى احوالي. يا حبي لك تركي متزوج عندتين كرمه هنا. ام عامر. هلا. وش طابخه اليوم يا ام عامر؟ طابخه الجريش وقرصان. رح أجلس بالصالة وأنا أغرف لك. لا والله أغرفيني بحافظاتها بأخذ من الاستراحة. تراك انهبلت بعد الاستراحة. أجلس كل معي وبعدين رح لهم. يا بنت الحلال، أخوياي معزمين لك شطب الدهنة، أغرفيني بحافظتين كبار وخلي أخذها معي. ها وش ذا الحافظة الصغيرة؟ تبيني اقعد اكل قدامهم وتني قطو؟ حطي حافظة سبيلي قبل الغنيمة. على هونت على هونت ستكسر المواعين. كفو يا صديق كفو، حطوها بالهلي. ها شوفوا قدام العمارة. يا قلبي يا قلبي، إذا نحل ظروفنا أوعدك بناخذ أثاث أطلق منك. من تزوجتك وانت تسحبني على وجهي بوعودك اللي ما شفت منها ولا شيء؟ طيب 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 هدي انت يا الحين هدي، الله يرحم والديك بإذن الله تنحل الأمور.
إلا بسألك سؤال وأبيك تجاوبني بصراحة. إيه اسأل اسأل يا عم. أنت ليش تبي تبيع الأثاث؟ تعرف يا عامر يعني أنا بغير أثاث جديد. على فكرة أنا كل سنة أغير الأثاث. لا يا شيخ، شايفني سبك عندك؟ عارف طفران ومنتف ما عندك شيء. تركي تراني كنت عند الباب وسمعت كل شيء. طيب خلاص، ما دام انك سمعت كل شيء ما راح يخفاك شيء. شف انت اخو عزيز وغالي، انا صراحه قدر الله علي وحل علينا الاجار من كم شهر، وصاحب العماره مهددني بايقاف الخدمات اذا ما طلعت. لا يا شيخ، انت ايقاف خدمات طول عمرك، وقفت على الاجار يعني؟ شفت شلون قاعد تضحك وتستهتر فيني وتتهزئني؟ شفت يا ابن الحلال، امزح لا تشدها. لا 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 كنت مزح، ما يحتمل في الوقت. نزلني. وقف مو مشكله، بس ترى اثاثك معي. مو صح، انا اسف. ايه خليك مؤدب، لا تشيل هم، ما له الخوي الا خويه تروك. كفو والله يا عم. عامر انت ليش موديني الاستراحه؟ لا بس نسيت شيء بالاستراحه، باخذه وديك. يبيع اثاثه عشان ما يقدر يدفع الاجار. هذا اللي صاير يا عيال، وتركي خوينا ولازم نوقف معه. كفو، هذه هي الاصول. طيب ايش نقدر نسوي له؟ انا اقول نطلع برا ونلزم على تركي، نقول له شوف تحط اثاثك عندنا بالاستراحه، وندبل له شقه عيال نتقاط، ندبل له شقه مفروشه يقعد فيها اسبوع اسبوعين مع زوجته الين ما تضبط امورهم. وش رايكم؟ انا معك. قدام. كفو يا عيال. اسمع يا تركي، اثاثك هذا نبي نخزنه عندنا بالاستراحه الين ما تضبط امورك، والشقه وانا اخوك لا تشيل همها، ان شاء الله ربي بيحلها. خاوي الخوي اللي عن الناس يغنيك خوة وفا، ما هي خوة وناسه، اللي على عسر المواقف يصافيك. لا شافك ضايق ما صدي عنك براسه. على الطلاق ما تاخذ شقه، تسكن انت والمدام في الاستراحه. قول تم يا عيال، يلا روح. أبوك النكبة. أنت صاحي ولا مهبول؟ تبيني أنا أسكن في الاستراحة ولا بعد استراحة أخوي عك؟ يا عجوتي، يا أميرتي، يا ملكتي، شوفي خليني اشرح. شوفي استراحتنا على يميننا مشدوده، عادي مشدوده، وعلى يسارنا استراحه بنات. وشو بنات؟ محترمات. الله يصبرني عليك يا تريكي، واشوف اخرتها معاك. تراين علي يا زين اللي قارون وتيكو يغارونا على يا لبي. بس أقول قم رح جيب لي شي ناكله، أي شي، بخاري، مطبق، فول، جت أخلص بسرعة. مهبول أنت، شوي على أغراض تركي. يا صديق انتبه، ها أبوك يا المقشع. لا هم بروزينها بعد، لو أنه قاعد عزوب يا زيلة. اسمع أبيك تنتبه لأغراضها، ها لا تكسر شيء. هذا ماما أنت؟ أم عاد أمي. هذه أم السعف والليف. إيش سعف والليف؟ سالفة طويلة، بعدين أعلمك. الزبدة الحين تركي بيجي مع مدام هو يجلس هنا استراحة، أنت ما تجلس بالاستراحة، هذا حرمة موجود عيب، صرف نفسك أوكي؟ يا ولد تفضل أي. هذه اليسار لا تمشين، ادخل باليمين. أصدقائي، عزوتي، حبايبي، الله يعطيكم العافية. لو بس ما عرشتوني شويات وكفت أطلق ترى ما جيت. لا أبد، المكان مكانكم، خذوا راحتكم وانبسطوا واستانسوا، فلوها ما شاء الله، لابسة خيمة. أمانة، اعتبروها زي أختكم. سندريلا. مشروع حكم ذي ما شاء الله. شو كان زين؟ ما
شفت شيء بعد. شوف هسه وشلون الله لا يبارك بالضيت، 5 نجوم. بصراحه يا تريكي ما كنت اتوقع ان المكان حلو ومريح نفسيا. ما شفت الدك صد إيه؟ يلا نروح، هيا بينا. يلا تفضلي تفضلي. الله شوفي شوفي الدكه شلون، شوفي ما احلى ذا المنظر، كانك في وادي حنيفه. تفضل تفضل تفضلي يا عمري يا عشقي يا كل شيء، تفضلي تفضلي يا حبيبتي. سلام، احلى شاهي لاحلى قلب. لب قلبك يا تركي. وادي حنيفه ذا ولا حديقه الفوطه؟ صديق ليش لابس كذا؟ عامر قلم إيه؟ ما يبقى رجال جوا. وش اللي عيب؟ انت وجهك فاهم غلط، لابس برقع على اساس انك والله متغطي عن زوجتي. يلا برا برا برا، يلا بسرعه، يلا برا. شباب شريت اغراض للثلاجه. بيني وبينكم قلت عيب تركي وزوجها يفتحون ثلاجة الاستراحة ويلقونها فاضية. كفو والله، بيض الله وجهك يا ياسر. خاوي الخوي اللي على الناس يغنيك يغنيك قوة وفا، ما هي قوة وناسة وناسة، اللي على عسر الليالي ودر المواقف المواقف صح يصافيك صافيك، لا شافك ضايق ما صدي عنك براسة. كفو يا ابويا اتحداك، علي الطلاق لا شيء الاغلب. الله الله، شوف المنظر ما احلاه، شاهي خضره ووجه حسن. ما شاء الله تبارك الرحمن، ذا الهوى اللي سفسف والزينه. هو يلي ما تستحي على وجهك يا قليل الحياه، هذا وش دخل علينا؟ هاي انت ما تستحي، انت بنص مخ انت وجهك ما تشبهون بدي معي. مالك انت، انت قلت تعتبرون زي اختكم. زي اختي يا دنيا، زي اختي يا يلا نكتس هيا سعر. كفو يا البطران يا البطل. اي يا بطل ايش رايك فيني؟ والله قوي قسم لا فطمته. هذا قليل ادب، طردني ليتني ما حلته طلقته انه يسكن في استراحتنا. تستاهل لانك قليل حياه، وراك تدخل زوجته داخل. ها المهم دحين يا عيال ندور مكان نقعد فيه. اي والله طقتنا الشموس، وش رايكم نروح نتكي بكافي؟ ما بول انت نتكي بكافي وبيتنا موجود يا عيال، نروح نتكي بالملحق ونفلها. كفو انا وينو؟ انت راح ادور لك على شغل لين ما يطلع تركي من الاستراحه، وشيل البرقع ترى شبهه. انا ما بشيل هذا، حس الشغل بقدر اشيل. الفاتنة اللي على قلبي تموت هي صباح الخير ولا الخير هي نظرتني وسلهمت ذيك العيون الغزل والشوق واسرار الحكي. وين القهوة؟ وليه نسوي قهوة وانت ما تشربها معنا؟ كل ما سويناها رحت الاستراحة. غريبة يبا، اليوم انت رايح للاستراحة؟ لا ماني برايح الاستراحة، ما في احد خوياي كاشتي. صدق يبا؟ اجل ابشر بالقهوة والحلا وانا بساعدك. يس تفضلوا. الله يحييكم. الله يحييك يبكيك. انا والله سهلة. هلا بيتك يا عمر. اي بيتي لجل بيت من ابروح اجيب القهوة والشاهي واجي. السلام عليكم. عليكم السلام. أبي قهوة وشاهي، أخوياي عندي بالملحق. غريبة، ليه ما جلستوا بالاستراحة؟ خوينا تركي سكن فيها هو وزوجته، ظروفهم المادية صعبة، حلفنا عليهم قلنا تقعدون، تقعدون إلين ما تدبر أموركم، يعني فزعة ومرجلة كذا يمه. الله يكون بعونهم، عطني رقم زوجته. أبشر يمه. وعليكم السلام، يا هلا يا أم عامر. الحمد لله، كلنا طيبين. فين؟ طيب هذه الساعة المباركة هاي، حتى أم كفتة عندي خلاص ولا يهمك أبلغها. أبشر
طيب طيب، يلا مع السلامة. هذه أم عامر بتقول تبغانا نروح الاستراحة حقت الأولاد، صاحبهم تركي ومرته ظروفهم صعبة وسكنوهم في الاستراحة، تبغانا نروح نساعدهم فيها. سيد روحي هي والله دائما راعت مواديب أم عامر، شنروح معاه بإذن الله ونساعدهم. تصدق من يوم خفت رجلي عن الاستراحة صرت أحب قعدة البيت، أثر السهر وقل النوم هو اللي متعبني. صدقت يبا، ومن اليوم ورايح نبي ننضبط، ما عدنا بنسهر، إلى متى ليلنا نهار ونهارنا ليل؟ كافو والله، أجل أمك وينها؟ ها؟ ما أدري، دق عليها. دقيت عليها ولا ردت، أبي أدق عليها مرة ثانية. الأول حكم. ما هو بوقتك يا أبو عامر. أقول العبي العبي في اليمها. أربعة. هذي ما ترسلي على وجهها، أدق عليها ولا ترد علي، وسهران تنبرى البيت إلى هالعيد. غريبة، أول مرة أمي تسويها. غريبة، سهرانين لذا الوقت؟ حنا اللي سهرانين ولا أنت؟ ما تشوفين الساعة كم؟ كنت في الاستراحة، يعني إيش تبون؟ الواحد ما يقدر يتنفس؟ هذا شايكم وقهوتكم وعشاكم جاهز قبل أطلع؟ بس الساعة 3 على العيد. يا ابن الحلال أزين، عشان ما تفوتني صلاة الفجر أصلي وأنام. عجيب والله.